حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي مكملين مع بعض يونت 7 ليسن 3 مع حل التدريبات المعاصر. عندنا قصة جميلة جدا جدا النهاردة، عبارة عن إيه؟ تو مايس، فأرين زي ما شايفين في الصورة، فأرين هما، بس في واحد متشيك على سنجة 10 أهو، وفي واحد لابس عادي جدا وفي إيده مجموعة من سيدس البذور. نتوقع مع بعض يا أبطال، عبارة عن إيه؟ كانتري ماوس سيتي ماوس، يعني فار المدينة وفار الريف. أنهي واحد فيهم؟ Which one is the country mouse؟ أي واحد منهم فار الريف؟ This or that؟ I think this is the country mouse. أعتقد إن هو ده فار الريف. He has some seeds، عنده بعض من البذور. What about this؟ This is a city mouse، يعني فار المدينة. متشيك أهو، he has a suit، عنده بدلة، he has a hat. تعال نشوف مع بعض الحكاية بتاعتهم النهاردة. A short story، قصة قصيرة. Short story، هنتعلم مع بعض نطق مجموعة من الأحرف letters. في البداية نقرأ مع بعض كلماتنا الجديدة، لازم نحفظ كلماتنا أول بأول. هول 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 هول، سموك سموك سموك، مايس مايس فئران، جمع كلمة ماوس مايس، سيتي ماوس فار المدينة، كانتري ماوس فار الريف، مورر مورر مغزى، هول سموك مايس سيتي ماوس كانتري ماوس مورر. سيتس سيتس بذور، سيتس 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 بذور، جراوند 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 أرض، فويس فويس صوت، ريزن ريزن الأو سايلنت يا أبطال، ريزن ريزن، ستارز ستارز نجوم، فاليو فاليو قيمة، نويز نويز ضوضاء لكن مزعج، نويزي مزعج نويزي، طبعا نويزي عكسها كوايت يا أبطال بمعنى هادئ، نويز الضوضاء نفسها، نويزي مزعج صفة، كوايت هادئ. سميلز 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 يشم أو رائحتها، سميلز روائح، سميلز سميلز، سيتويشن سيتويشن سيتويشن، سادنلي سادنلي سادنلي. هور عربي وانت وقفل المايك كرر معايا وشوف بتنطق صح ولا صح. أكيد بذور، سيتس أرض، جراوند صوت، فويس سبب أو مبرر، ريزن نجوم، ستارز قيمة، فاليو ضوضاء، نويز مزعج نويزي هادئ كوايت، روائح سميلز موقف، سيتويشن فجأة، سادنلي adjectives صفات، بليزد بليزد مسرور، بليزد بليزد بتساوي كلمة هابي، ايوه delighted الجي والاتش سايلنت يا ابطال، delighted delighted دي لاي بمد في الاي تد، delighted delighted، برايت مد في الاي كمان لونج اي، برايت برايت، scared scared scared، pretty pretty
pretty جميل، loud مزعج أو عالي الصوت، loud مثير أو رائع، exciting exciting. نقول تاني، مسرور pleased سعيد مبتهج، delighted مشرق أو لامع، bright خائف، scared جميل، pretty عالي الصوت، loud مثير رائع، exciting. الأفعال مهمة جدا يا أبطال، زي ما اتعلمنا في الحصة السابقة the past simple tense زمن الماضي البسيط، فاكرينه؟ لما الاقي كلمة معبرة عن الماضي yesterday I wait or waited a long time، waited cover يغطي، yesterday I cover or covered my car، covered علشان في كلمة معبرة عن الباست يا أبطال. prepare prepare يجهز، أخرها إيه؟ على طول إضافة دي بس يا مستر، كلام مظبوط 100%. wait waited cover covered prepare prepared prepare prepared. أفعال غير منتظمة irregular irregular verbs، يعني شكلها بيتغير، give gave give give، run away ran away، حرف بيتغير بيغير الزمن يا أبطال، run يجري، ran جري وخلص، ran away يهرب بعيدا، run يجري ران جري، لكن لما أضيف لها away بمعنى يهرب، run away run away. come came come came. yesterday my grandpa come to visit us ولا came to visit us؟ أكيد طبعا ما دام في yesterday يبقى إجابتي came to visit us. full of full of ممتلئ مليئة ب. It's time for it's time for it's time for English، أنا وقت اللغة الإنجليزية. incredibly incredibly loud صوت عالي جدا جدا، incredibly loud. around the corner around the corner حوالين الزاوية، حوالين الركن، حول الزاوية، around the corner around 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 حول around. خلي بالك around الايه لازقة في كلمة round، لكن لو round بس دائري المعنى بيتغير، around 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 the corner. go back يرجع أو يعود، catch a train catch a train catch a train. يا مستر catch fish خدناها بمعنى يصطاد سمك، النهاردة catch a train يصطاد قطار، لا يا بطل، catch a train بمعنى يلحق بالقطار، catch a train catch a train. دوس لايك علشان الفيديو يصل لأكبر عدد ممكن من حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. بيقول لنا مورر يعني مغزى، ايه هو المغزى الأخلاقي؟ is the value القيمة، you learn from a story القيمة اللي بنتعلمها من القصة، you read اللي انت بتقراها، or from a situation 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 in life في الحياة. طب ايه مراحل القصة؟ there are three stages of the story. اول حاجة يا ابطال لازم ابدأ بالبيجينينج، يعني ايه بيجينينج؟ بداية، البداية اوصف الاشخاص ابطال القصة، اوصف المكان. the city mouse visited the country mouse. for المدينة زار فور الريف. middle of the story منتصف القصة، ايه اللي حصل في منتصف القصة؟ the two mice the two mice، قلنا mice دي جامع كلمة mouse، the two mice caught the train
الفارين لحقوا بالقطار يا أبطال. And النهاية the country mouse went back to where life is good for him. فار الريف رجع تاني للحياة اللي هو جيدة بالنسبة له يا أبطال. قصة جميلة جدا جدا. تعال نبدأ مع بعض في القصة، نركز يا بطل وكتابنا قدامنا ونشوف مع بعض ونكتب الملاحظات الجميلة. The beginning، البداية. The city mouse visited the country mouse. نقف عند الجملة دي. فار المدينة زي ما شايفين في الصورة، the city mouse visited the country mouse. The country mouse أول على طول ما فار المدينة زار فار الريف، قال له اتفضل عندي. اتفضل فين؟ Where did the country mouse live؟ بيعيش فين؟ In the hole in the ground. In his hole، في الحفرة، في الحفرة بتاعته. In the ground، عامل حفرة داخل الأرض. The city mouse visited the country mouse in his hole in the ground. طبعا فار الريف، الريف مشهور بالكرم، حتى الفئران كمان، ايوه حتى الفئران كريمة. The country mouse was pleased، مبسوط جدا جدا. The country mouse was happy، happy تساوي كلمة pleased. He gave his friend grass and seeds. طبعا كريم جدا فار الريف، رحب بيه، يقدم له ايه؟ طبعا عشب and seeds وبذور كمان. The city mouse said thank you. فار المدينة قال له thank you، أشكرك. You know، الكي سايلنت، أنت تعرف. The city is pretty، المدينة جميلة. هيقنعه بقى، إيه اللي أنت مقعدني فيه ده؟ إيه الحفرة دي؟ The city is pretty، المدينة جميلة. And full of bright lights، full of bright lights، وممتلئة بالأضواء الساطعة المشرقة. مقعدني في باطن الأرض في الضلمة كده وأنا سايب المدينة. The city is pretty and full of bright lights. Why don't you come and see؟ قدم له اقتراح. Why، لماذا؟ Why، why don't you come and see، ولما لا تأتي وترى؟ تعال، come and see، the city is pretty and full of، كرر معايا، bright lights، ممتلئة بالأضواء اللامعة المشرقة. The country mouse was delighted، مسرور. ايه اللي بيقوله ده؟ اكيد شاعر بالمشقة اللي انا عايش فيها، هسيب اخيرا المكان اللي انا عايش فيه ده واروح مكان افضل. The country mouse was delighted، مسرور جدا. And very excited، متحمس. شايفين كله في الماضي، was، كان. The city mouse stopped eating، توقف عن الاكل. خلي بالك يا بطل، ملاحظة ممكن تكتبها معايا، بعد stop I N G، بعد stop I N G. The mouse stopped eating، عشان في الماضي. And said there is no reason to wait. There is no reason to wait. There is يعني يوجد. There is no، لا يوجد. There is no reason to wait، مفيش سبب ننتظر. We can catch a train at 8، نستطيع أن نلحق بقطار الساعة الثامنة. We can catch a train at 8، يلا بينا نلحق قطار الساعة 8، ما تنساش قبل الساعة 8. The two friends ran to the train، جريوا بسرعة للقطار.
just as it started to rain، بدأت تمطر. In the city، وصلوا المدينة. الحمد لله على السلامة، نورتنا يا فار يا ريف. The smoke from the cars covered the stars. أول ملاحظة، الدخان. The smoke from the cars، الدخان اللي خارج من السيارات. Covered، غطى النجوم. There were no stars. إيه ده، أنا مش لاقي نجوم خالص. Because the smoke from the cars covered the stars، الدخان اللي خارج من السيارات غطى النجوم. And the noise، أنا مش قادر، الصوت العالي ده. The noise was incredibly loud، مش قادر، الصوت مزعج جدا. أعمل إيه يا فار يا مدينة؟ أعمل إيه؟ ساعدني، أنا مش متعود على الكلام ده. The country mouse was scared، بدأ يخاف. فار الريف كان خائف جدا. He wasn't prepared for so many new sounds or smells، لم يكن مستعد لإيه؟ للأصوات الجديدة جدا جدا، وكمان الروائح، روائح الدخان، أصوات مزعجة. الحل، suddenly، فجأة. A cat's voice said، صوت قطة. To mice and some bread، يا سلام يا سلام، فارين وكمان بعض من الخبز، ساندويتش جميل. To mice and some bread، فارين وبعض من الخبز. Run run run، اجري اجري بسرعة. مين اللي بيقول؟ The city mouse، متعود على المطاردة من القطط. ران ران ران، اجري بسرعة، القطة عايزة تاكلنا. They ran around the corner، they ran around the corner، قعدوا يجروا بسرعة حوالين الزاوية يا أبطال. إيه الحل؟ إيه الحل كده؟ هنتاكل ولا إيه النهاردة؟ The country mouse far الريف سد، قال له ايه؟ Thank you my friend، اشكرك يا صديقي العزيز. Thank you my friend، thank you my friend، شكرا جزيلا. ايه هتعمل ايه؟ The city is exciting، المدينة شيقة. But it's time for me، حان وقت. To go back، علشان نرجع. To the country، علشان أرجع إلى الريف. And back to where life is good for me، وأرجع حيث الحياة جيدة بالنسبة لي. ممكن تكون المدينة جميلة، the city is pretty، but the country is better، الريف أفضل. بالتالي يا شباب، ممكن واحد تعجبه حاجة وواحد تاني نفس الشيء ما يعجبوش، عادي جدا جدا جدا. Irregular plural nouns، يعني صيغة الجمع الغير منتظمة، يعني مش هينفع أضيف لها اس، زي كلمة mouse، a mouse جمعها mice، a foot feet، a child children، a tooth teeth. خلي بالك، a يبقى one، a mouse بتساوي كلمة one mouse، one mouse، a child جمعها children، a foot جمعها feet، a tooth جمعها teeth. يعني لما أقول يا أبطال، ركز معايا في المثال اللي جاي. There is، يعني يوجد. There is a mice or there is mice، طبعا a mouse علشان ده مفرد، لكن لما أقول جمع، there are two
mice. There are two mice. طب لو قلت مثال زي كده ونكتب في الشات يا أبطال، I met two، وراح كتب لي كلمة a child بين قوسين وكتب لنا yesterday، عايزين نصلح كلمة a child، إيه الإجابة؟ مين كتب بسرعة يا أبطال؟ مين كتب في الشات؟ عايزين نصلح كلمة a child، correct. إيه الإجابة؟ إيه الإجابة يا ريان؟ هتكون إجابة إيه؟ children، children. ليه بقى؟ عشان جمع كلمة child مش ينفع احط له اس، فكده هنقولها children. رائع يا بطل، أوكي. طب تعالى نقول مع بعض مثال كمان. I have two، وراح كتب لي كلمة foot. I have two foot، عندي قدمين. إيه الإجابة يا أروى؟ أروى؟ فيت إيه طبعا، علشان بعد two على طول بلورال جمع، ما انساش مش كل حاجة هضيف لها اس. نكمل مع بعض، ركز معايا في الجاي يا ابطال. اكسلنت جانا، اكسلنت ليلى، كاتبين في التعليقات. لونج ايه؟ لونج ايه يعني ايه الممدودة؟ ايه الممدودة؟ نرمز لها في القاموس بالحروف دي يا ابطال. تعال نقول مع بعض، امتى همد في الايه؟ حاجات كتير قوي. اول حاجه لما الاقي الايه مع الاي، الايه جايه الاول والاي لازقه فيها، يبقى بالتالي همد في الايه، زي كلمه رين. ايه كمان؟ بين، ويت، ترين. ممكن يا مستر هلاقي ايه؟ واي. ايه واي؟ ايوه، زي ايه؟ تعال نشوف مع بعض، باي، يدفع. ايه كمان؟ سي، يقول. دي، يوم. بلاي، يلعب. انا بمد في الايه حاجتين، ايه اي ايه واي بس كده؟ لا طبعا، ممكن الاقي كمان ايه، ايه حرف ساكن ايه، ايه حرف ساكن ايه، زي كلمة جيف، زي كلمة ميك، زي كلمة كيك. يعني امتى انا بمد في الايه؟ في ثلاث حاجات يا ابطال، اي اي، اي واي، اي حرف ساكن ايه، رين، ويت، ترين. ايه حكايه ايه؟ تقد ما فيهاش يا مستر ايه خالص، بس دي الحاجه الغريبه شويه في اللغه الانجليزيه، انا بعتمد على الاصوات، هنا بنطقها ايت، لونجي، جيف، جيف، لونج ايه. تعال نشوف كده مع بعض حاجة تانية، لونج ايه، اكسلنت ريان، ميد. لونج ايه، انا بمد في الاي امتى؟ حاجتين، دبل اي زي كلمة سي، سيد، ميت، يقابل. ايه كمان؟ اي ايه، زي كلمة ايت، يأكل. ولحمة يعني مين؟ شاطرة، لحمة يعني ميت، لذيذة جدا، ماشي ميت. وكمان بليزد، بمد في الاي امتى يا مستر؟ اي ايه ودبل اي. ممكن كمان هلاقي في كلمة زي كلمة مي، لما الاقيها شورت، شورت يعني حاجة واحدة بس، وان سيلبل، مقطع صوت واحد، زي كلمة مي أنا.
ايه كمان يا مستر؟ خدنا كده لونج ايه، لونج اي. تعال نشوف مع بعض لونج اي. انا بمد في الاي امتى؟ امتى بمد في الاي؟ اي حرف ساكن اي، اي حرف وما ساكن اي. يا ازاي تنسى كلمة فاي؟ فايف، نركز مع بعض. لا ويلكم باك. زي كلمة ناين، كم باك بسملة، ويلكم باك يا زي مستر، كلمة ويلكم باك. ويلكم باك، نايس تو ميت يو. ازاي امد في ايه يا ابطال؟ ايه اي، ايه واي، ايه حرف ساكن اي. ازاي امد في الاي؟ اي حرف ساكن اي، زي كلمة فايف، ناين، حياة، لايف. اوكي يا ابطال مكملين. لونج اي امتى كمان؟ اي جي اتش، والجي مايس اتش اكتبها سايلنت. ماشي، ايس، حلو جدا، ايس، كلام جميل جدا. تعال نشوف اي مايس جي اتش. يس، مايس طبعا، زي كلمة رايت، يمين. ايه كمان؟ مايت، ربما. ايه كمان؟ ليل، يعني ايه الليل؟ نايت، نايت أو مثلا الليل، أو رايس رايس لايت او لايت ضوء. ماشي، لايت ضوء، كلام جميل جدا 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 يا ابطال. يبقى انا عندي لونج ايه، لونج اي، لونج اي، في كمان لونج او. ايوه، تعال نشوفه كده مع بعض. ممكن تلاقيه وان سيلابل جاي في الاخر، زي كلمه نو، جو. ممكن تلاقي او دبليو، نو، او دبليو بتمد في الاو، او او حرف ساكن اي، زي كلمة سموك، هول. نقول تاني ونركز مع بعض. انت لونج او، لما يبقى الاو في اخر المقطع الصوت الواحد، ده كلمة جو، نو، بمد في الاو. لما تلاقي او دبليو زي كلمة لو، نو، او حرف ساكن اي زي كلمة بون، عظمة. ايه كمان؟ سموك، دخان، زي كلمة هول، ثقب او فجوة يا ابطال. كده احنا اتكلمنا على لونج ايه، ايه اي، ايه حرف ساكن اي، لونج اي لما يكونوا دابل اي مع بعض، او اي ايه. وكمان لونج اي، اي حرف ساكن اي. وممكن الاقي واي في الاخر، زي كلمة ماي، شاي، خجول. لونج او، نا، زي كلمة نو، جو، نو، سموك، هول. تعال نكمل مع بعض ونسمع اول سؤال لليلى. listen and write the missing sounds. يلا يا ليلى، أول كلمة number one rain، إيه الحروف اللي ناقصة؟ What are the missing letters or sounds؟ AI AI، yes excellent. عبد الرحمن، mice، عبد الرحمن، أنا يا مستر يلا يا بطل. عبد الرحمن محمد، يس، مايس، OS مايس، مايس، IIS اي اي، مايس، يس اي سي اي. ركز يا بطل. اروى، لايت، لايت LIGHT اكسلنت. بسملة، سي. سي، يرى. يلا يا بسملة،
نفتح المايك يا بسمل. سي نسمع جانا. سي دبل بسمل سي دبل اي اي دي اكسلنت. بيقول لي read and circle the words with long vowel sounds. المطلوب مني أضع دائرة حوالين الكلمات اللي فيها أصوات ممدودة. wait عملنا حوالين الايه والاي. wait there is a train at 8. تقدر تقولي لي الكلمات يا جانا اللي فيها long vowels أصوات ممدودة؟ يلا يا جانا. بمد في الايه امتى؟ بمد في الاي. نسمع مع بعض ريان. يعني بس كلمة ماوس لا نمبر 1 لسه في 1. في تاني في 1. إيت ترين ايه كمان؟ وإيت ايت. يلا جاوب التانية يا ريان. ماوس ماوس ماشي. وإكسايتد وفي كمان ديلايتد. delighted ديلايتد واكسايتد وماوس كمان. ليلى yes mister يلا يا ليلى. It yes mister started to rain. started لا لا started لا. rain AI AI. جود ريان طبعا. اعمل لها دايرة ريان ماوس. ماشي. اكسلنت. ليلى نسمع مع بعض مين كمان؟ ريتاج. هلو ريتاج. نايس تو ميت يو. هلو We مستر have مايك three. Yes. We have three lights in this room. lights Lights, yes. في حاجة تاني طيب غير lights؟ وثري و3 وروم بنمد في الاو كمان. روم روم. Yes. Don't fear, Mr. Nasri is here. ما تنساش سبسكرايب، فعل الجرس لكل يصلك كل جديد. تابع معايا هنحل تدريبات الدرس الثالث.